بس حضرتك شخصية صعبة شوية زيادة، وبيتقال إنه صعب إرضائك. لا يعني اللي بيبقى داخل امتحان قدامك بيبقى خايف جدا، ويقول لك إنه هو لو هو لو لو الأستاذ حلمي ما لقاش الحاجة قدامه فعلا عالية أو كما يجب ما يقبلهاش. وده عيب؟ يعني ما بترضاش بالنص أنصف نص، أو نقول ده ممكن يبقى فيه منه أمل، ما بترضاش بالكلام ده. حلو الإجابة، ممكن يبقى فيه منه عمل قائمة على جودة الأداء وخبرة الأداء تجعله نجم. تسلسل اهو. أنا بسمعك وأنت بتتكلمي أقول لك تنفع تغني أو لا. ليه؟ حاجتين، استقبالك بودنك لكلامي ثم ترجمة هذا إلى صوتك. البطل في الإنسان عندما يغني هي الأذن ثم الأداة. ايه هي الأداة؟ الحنجرة بتترجم اللي بتقبله الودن. قالب بيه الغنى أن تكوني على مستوى التوناليتي. يعني أنت بتسأليني دلوقتي في توناليتي معين، بجاوبك بنفس التوناليتي اللي أنت بتقولي. لو احنا زعقنا هتلاقيني أنا بزعق كمان. ليه؟ نتيجة أن الودن بتستقبل ولكن لا ترسل. ايوه. ترسل ازاي بقى؟ مطرب بيغني قدامي قالب بيه وهو بيغني، بعرف هكمل ازاي. ده نوع من الغناء. ان اسمعك بتغني صح بس خايف لا تغلطي. خدي بالك، بسمعك تغني صح انما بخاف لا تغلطي. الخوف من الغلط يخليني دايما مشدود لا تغلطي، فما بسمعكيش كويس. ده عند الخبير. عند المستمع العادي بياخد سطحيه او وجه الاداء اللي بيوصل له. فتلاقي ساعات مذيع او مذيعه في الاستوديو بيسمع الله انت تجنن، وانا قاعد في البيت بلطم. ليه؟ وصول الصوت. كان زمان فيما مضى جودة الأداء والمقامية، دلوقتي عدة حاجات. في العالم أمريكا قال لك حاجتين، الأبيليتي والهوك. ده بعيد بقى عن التنظير في إنك أنت مقاميا سليم أو بتاع، إنما في حاجة اسمها النشاز، دي في العالم بنتفق عليها كلها. النشاز لما يجي تبص أنت بدون أن تشعري بتعملي كده. ما دام عملت كده وشك قرا اللي قدامك، فالنتيجه واضحه. خلاص. يعني ايه ابيليتي؟ القبول. ايوه. يعني ايه هوك؟ الخطاف. انا وانت بنتكلم فجاه لقينا مطرب او مطربه بيغني فسكتنا وبصينا له، ده ينجح 100%. سكتنا وبصينا له. بس ممكن احنا سكتنا وبصينا له لانه مثلا اتخضينا. يعني مش لازم يبقى كويس، ممكن ان احنا ايه ده اللي هو نقول ايه الصوت كمان ده؟ ممكن كمان واحنا بنتكلم فهو بيغني بينشز فسكتنا احنا الاثنين، قلنا له بس اسكت. ليه؟ النشاز اللي جاي منه لدرجه لا تقبله الاذن. فقطعنا الكلام. خدي بالك، ولذلك قلت ايه؟ الهوك. هوك يعني ايه؟ الخطاف. ده الامريكان اللي قالوا كده. يقعد الملحن يقفل على الاستوديو ويشتغل لغايه لما يلاقي الهوك. الهوك الجمله البارزه اللي هي هتتبني عليها الاغنيه كلها.